ما أخفيكم صراحة كان في هناك تشجيع كامل، فهم رأوا أن وجود مسلسل درامي يعالج قضايا درامية من الواقع من خلال المسلسل، فإن هذا شيء مبتكر وشيء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذا اللقاء. بدايتي كانت في عام 1997 في قناة أبو ظبي، وكانت بالصدفة كنت أتدرب في الصيف في السمر كورس، كان عندنا تدريب صيفي في قناة أبو ظبي. ففي هذا الفترة كان أول مرة يتم إنشاء مركز متخصص للأخبار، فتدربت في ذلك الفترة، فتم تدريبي على أساس أني أكون خلف الكواليس في الكنترول روم، وكانت بالصدفة كان أحد المذيعين في البروفات ما كان موجود، فحطوني قدام الكاميرا أكون مكان المذيع. وبعد ما طلعت من الاستديو فيا المخرج قال لي لغتك العربية وايد ممتازة، ليش ما تتدرب تكون كمذيع بدل ما تكون خلف الكواليس؟ ومن ذاك اليوم بديت، والحمد لله توفقت واستمرت فترة في تلفزيون أبو ظبي كمذيع نشرة أخبار، ومن بعد مذيع نشرة أخبار رياضية، وفي الأخير برامج منوعات، وفي 2008 انتقلت للعمل في إدارة القضاء في أبو ظبي. ما أخفيكم صراحة كان هناك تشجيع كامل في أنهم يقدمون يعني شيء توعوي يوعي المجتمع المحلي في إمارة أبو ظبي وفي الإمارات بأهمية أن الإنسان يكون عنده ثقافة قانونية بتوصيلها للمتلقي بشكل مختلف، مو بتقليدي، مو عن طريق محاضرات أو عن طريق شغلات تقليدية. فهم رأوا أن وجود مسلسل درامي يعالج قضايا درامية من الواقع من خلال المسلسل، فإن هذا شيء مبتكر وشيء جديد. نحن يعني عطينا مطلق الحرية لإيميجينيشن بأنهم يختارون القضايا اللي تناسبهم واللي تتناسب أن يتم طرحها درامياً، بحيث نحن ما يكون جانب التشويق يكون موجود مع التصرف في كل القصص. طبعا القصص هي مقتبسة ولكن مو هي حرفيا، في بعض الجوانب اللي يمكن رأوا إيميجينيشن من خلال المؤلف ومن خلال قسم الإنتاج، هناك في قصص بالفعل تعبر عن قضايا هامة، بالإضافة أنها يوجد فيها عناصر تشويق حتى المتلقي يتابع الحلقات بشكل مستمر. فرأت الدائرة أن وجود مسلسل يعالج قضايا تهم المجتمع بهذه الطريقة المبتكرة بتكون هي أفضل وسيلة لأنها توصل الرسالة اللي من خلالها ترغب دائرة القضاء في أنها توصلها للمجتمع، بحيث نحن ضمن استراتيجيتنا خلق مجتمع آمن وعادل. الإعلام هو يعتبر يعني من أقوى الأسلحة اللي ممكن تأثر في المجتمع. نشوف نحن الحروب، لكن الحرب الإعلامية لا تقل شراسة عن الحرب الواقعية أو الحرب عن طريق السلاح وكذا. فأشوف أن الإعلام الآن هو يعني سلاح جدا خطير وجدا مهم، فأي شخص حاب أنه يدخل هذا المجال خصوصا في الفترة الحالية، أنا أتوقع أنه لابد أن يجمع ما بين التشويق وفي نفس الوقت الرسالة الهادفة.